مصطفى، في موضوع مهم كتير حابب حله أنا وياك. أكيد أنت ما نسيت وصية المرحوم قياس الدين لألك، وهي الوصية قصدي بخصوص ليلى كتير مناسبة وتليق فيك. هاي رح تكون وصيتي إلك، إذا صار لي أي شيء خلي ابننا مصطفى يتزوج بسرعة. قلنا رح نترك هالدنيا، وإذا بدي يكون مرتاح بتزوجي ابننا مصطفى. أنا عم أقول خلينا ننتهي من هالقصة بكرة العصر مثل ما بتأمروا جلالة السلطان. تفضلي. تفضلي ارتاحي. تشربي شي؟ لا، يسلموا ايديك. جوعانة؟ في أكل بالمطبخ. لا شكرا، مالي جوعانة. مصطفى؟ قولي. ما بدك تقعد جنبي؟ أنا مضطر إني روح ضروري، لازم حقق بجريمة قتل مشرف الداخلية أسعد باشا، وكمان بدي روح على القصر وقابل الأمير. مصطفى، معقول تتركني بهيك لحظة؟ فيك تعدي جوا وتتسلي، شربي قهوة، رح حاول ما أتأخر. مالي مصدقة اللي صار. مصطفى، ليش عملت فيني هيك؟ أنا ما مستاهل منك هالمعاملة.
حياتي صعبة كتير. بتمنى بعد ما تنتهي همومي أسس عيلتي وعيش حياتي مثل الكل. بس الحياة بدها تستمر، لازم نكمل طريقنا ونزت الماضي ورا ظهرنا. يعني قصدي بخصوص ليلى، كتير مناسبة وتليق فيك. هاي رح تكون وصيتي إلك، إذا صار لي أي شيء تخلي ابننا مصطفى يتزوج بسرعة. بكفي إنه وصية المرحوم أبي قياس الدين هي إني أتزوجك. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. مثل ما بدك مصطفى، قصدي أنت ما بتشوف الوقت المناسب. الإنسان بيحاول يكون مبسوط بالرغم من كل المشاكل، بس بعد هالأحداث الأخيرة فهمت إنه السعادة ما لها مكان بحياتي، ويمكن ما أوصل لها.